عبر الهاتف معي من بغداد دكتور أحمد شريف الخبير العسكري. دكتور أحمد مساء الخير، تحدثنا مع مراسلنا عن آخر تطورات، آخر ما يحدث والنصر على داعش في العراق، التحدث عن وجهات جديدة إن كان في الأنبار أو غيرها. بداية، ما الذي جعل معركة تل عفر تنتهي بهذه السرعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة مجموعة عوامل حضرت في ميدان المعركة كانت سبب تحقيق انتصار سريع ومعركة نظيفة. ربما في مقدمتها هي طول أمد الحصار وخضوع الهدف إلى عمليات التجريد سواء كانت البرية أو الجوية، وهذه العمليات التي يجري بمقتضى استنزاف قدرات التنظيم عبر الضربات بالإسناد البري مدفعية أو صواريخ بعد الاستنكام، أو عبر العمليات الجوية بالطائرات المقاتلة أو السمتية. هذه استنزفت قدرات التنظيم بشكل كبير جدا، فضلا عن طول أمد الحصار تأثرت معنويات التنظيم بشكل كبير جدا، فضلا عن أنه مسرح العمليات كان يسمح باستخدام الآليات الثقيلة وتؤدي بشكل أو بآخر إلى التأثير على معنويات المقاتلين، فضلا عن قدرتها القتالية التي ستؤدي بشكل أو بآخر إلى كسر قدرة التنظيم على المستوى الاشتباك والمواجهة. لذلك جملة من العناصر أدت إلى أن يتحقق هذا النصر السريع وتكون المعركة نظيفة. ما الوجهة المقبلة؟ هو بالحقيقة بعد تحرير تل عفار في القياس العسكري لم تعد هناك مناطق توصف بأنها مناطق تحكم أو سيادة للتنظيم. يعني بعد تحرير تل عفار حققت قطاعاتنا سيادة على مستوى مسك الأرض في عموم العراق وسيادة جوية. ما تبقى هو لا يعدو كون جيوب، والجيوب هي عبارة عن مجاميع محاصرة تمتلك قدرة الدفاع عن النفس والمشاغلة والتعرض ضمن رقعة جغرافية محدودة، ولذلك سواء كانت في الحويجة الوجهة أو أن تكون في أعالي الفرات ستتعامل القطاعات مع جيوب، وبالتالي أيضا سننتظر عمليات سريعة وخاطفة، ولكن يعني مشروطة في أن يكون هناك تأمين جهدا ساندا جويا كما حصل في معركة تل عفر، وآنذاك ستذلل الصعاب، يعني لن نجد مقاومة. وفي تقديرنا أنه التحرير وإسقاط القدرة القتالية للتنظيم قد تحققت بتحرير تل عفر. نعم نعم، بس استفسار أخير دكتور أحمد، ما الصعوبة التي يمكن أن تكون أمام القوات العراقية بما تبقى، حتى لو قلت يعني لن تكون بصعوبة الموصل وتل عفر جيوب إن كان بالقائم راوة قرب الرطبة كونها مع الحدود مع سوريا، هل هذا يجعلها أصعب أو لديها يعني تحديات خاصة؟ هو بالحقيقة قطعا كأهداف صعبة، لا سيما في منطقة الحويجة اللي بالحقيقة يتخذ التنظيم من المعابر المائية خطوط صد أو خطوط دفاعية، وهذه ستذلل لأنه ما تم تأمينه بعد تحرير الموصل وتل عفر من وفرة في القدرات القتالية على مستوى الدروع والآليات المدرعة والهمرات سيؤدي إلى تحقيق زخم، فضلا عن أننا لن نعاني من مسألة المياه الموانع المائية لأنه ستمد جسور برمائية وآنذاك ممكن مشاغلة العدو والاندفاع باتجاه العمق. سنكون معكم دائما على أي حال للوقوف على مستجداتها وتحدياتها. دكتور أحمد شريف الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا، اعذرني على المقاطعة.